السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أيمن خشوي. أتكلم مع حضراتكم عن التعديل اللي طلبه بعض الناس اللي شغالة التطبيق بتاع تفسير الشيخ الشعراوي للقرآن الكريم. أما طلبوا إن الأبليكيشن يبقى بالطول بورتري كده، مش لاندسكيب زي ما كان موجود الأول. فعلا عملت لهم تطبيق، وبعدين طلبوا طبعا إن يكون المصحف زي ما يكون مكتوب في المصحف، يعني الآيات ورا بعضها، مش تبقى عبارة عن ليست كده هما يختاروا منها. وفعلا الحمد لله دخلت كود، بحثت على النت ودخلت كود بال HTML عشان اوصل لنفس النتيجة، بحيث لو عملت كليك بيجيب لك التفسير بسم الله الرحمن الرحيم. ويظهر كمان الحمد النص لله بتاع رب الآية العالمين، موجود فوق هنا. يعني هنا الآية والصلاة 183 والسلام على أشرف المرسلين النص، سيدنا والشرح محمد ابتدى يشتغل وعلى آله صوتيا وصحبه أجمعين. للشيخ محمد متولي وبعد، الشعراوي رحمه الله. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طبعا هو الآيات بتبقى هي عبارة عن مقاطع صوتية، يعني هو مش مسجل رحمه الله، أو المسجلين له مش مسجلين الآية التفسير بتاعها ايه، مسجلين مقاطع صوتية لعدد من الآيات ورا بعضها. فهتلاقوا الآية دي من ضمن مجموعة من الآيات في نفس المقطع. طبعا في خاصية للبحث برقم الآية، يعني لو جبنا مثلا الآية، أطول آية في سورة البقرة آية الدين 282، هجيلنا بالشكل ده. وبرضه ممكن لو عملت كليك بسم هيشتغل الله التفسير الرحمن بتاعها، الرحيم. الحمد لله رب ولو عملت العالمين، سكرول بيعملك والصلاة سكرول والسلام على للآية في أشرف الجزء اللي المرسلين فوق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. وبعد، وفي هنا خاصية انك لو عايز توقف الصوت او تشغله او تقدم او تأخر، برضو كانت ملحوظة طلبها بعض الناس، لان انا كنت بخفي الابليكيشن بتاع التشغيل نفسه، فقالوا لي لا، يعني خليه يبقى ظاهر ويبقى فيه امكانيه ان احنا نقدم او ناخر. وهنا علامه الاكس عشان تقفل الجزء بتاع التشغيل. وممكن تدور بكلمه، لو مثلا دورنا بكلمه بقره بدون الف ولام، فهتلاقي هنا 4 ايات، عدد الايات بيظهر هنا، وهم 4 ايات مذكور فيهم كلمة بقرة. لو دوست اخترت اي واحدة منهم برضو يشتغل التفسير بسم بتاعها. الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، طبعا ارتفاع وأصلي الصوت وأسلم على خير خلقك سيدنا او محمد. ضعفه ده بيبقى بناء وبعد، على التسجيل نفسه، يعني فقد دي وقفنا الملفات في الاصلية اللقاء اللي موجودة السابق عند اوريدي الحق. موجودة على الانترنت. برضو لو عايزين ندور مثلا بلفظ الجلالة، الله، هيجيب مثلا عدد الآيات 165، وبرضو يجيب كل الآيات اللي فيها لفظ الجلالة بنفس الشكل. طبعا لو عايز تعمل تشغل التفسير من أول آية لحد آخر آية، فبتدوس على اللوجو بتاع تفسير صوتي ده، بيبتدي بسم يشغل الله من لا البداية استعانة إلا به، لحد آخر والحمد آية لله في السورة. ولا ثناء إلا عليه، وصلى الله وسلم على عليه أفضل سيدنا الصلاة محمد والسلام. رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين. وبعد، حين نأتي بعد فاتحة الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، طبعا لو الخروج من والصلاة البرنامج والسلام بتدوس على على أشرف أيقونة المرسلين سيدنا محمد بتاعة الخروج. وعلى لو عايز آله الكونتاكت وصحبه أجمعين. تتواصل معنا لأي سؤال وبعد، أو استفسار أو فقد تعليق، انتهينا في اللقاء السابق الموقع بتاعنا باينري إلى كود سوفت قول من هنا، الحق سبحانه وأرجو إن وتعالى: تستفيدوا أعوذ بالله من من التطبيق، وإن الشيطان شاء الله ربنا الرجيم. يجعله في ميزان حسناتنا. كتب عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.